النهارده لو انت عندك مش مهم الفند نو ليميتد فند اوكي او افيلبل فند، هل نقدر نقلب الموضوع ده بتاع الكوره ان هو يبقى مدرسه سبورت بوردنج سكول، مدرسه داخليه للرياضات ثلاثة وينمو مدرسه ثلاثة وينمو؟ طبعا. هل ممكن نعملها مثلا من طالب في اولى ابتدائي ولا عنده 6 سنين ولا بتعامل من طالب عنده كام سنه؟ يعني انا شايف انها تبقى قاسيه جدا ان انت تعمل اللي في يعني انا شايف ان على فكره انا دخلت مدرسه داخليه. ايوه انا كنت في مدرسه في بوردنج سكول من وانا عندي 9 سنين، مدرسه بتاعت كوره 9 سنين يعني في سنه رابعه ابتدائي. يعني من يعني تاخد ناس من سنه رابعه ابتدائي لغايه ناس في اولى ثانوي. صحيح. لا لغايه دخلتها في مصر ولا بره؟ انا اسف دخلتها في مصر. دي اللي اسمها كانت اسمها موهوبين رياضيه. موهوبين دي طلعت ناس كتير قوي طبعا. لا وكانت هايله كانت الدوله يعني. متبنياها وكانت في 6 العاب، كانت في الكوره والتنس والهاندبول والعاب القوه والسباحه وحاجه. طب احنا دي محتاجين نرجعها تاني.